هنا في بلدية بنشكا ولاية المدية يعيش عمي عبد القادر البالغ من العمر 67 سنة مع ابنه الوحيد في هذا الوضع الكارثي. بداية عمي احكي لي من وقتش وانت عايش في هذه الحالة؟ والله عمي كنت كثير 20 سنة هذه وانا تكون هكذا تمارة والله غير تمارة مدام الدراري هنا كبروا جوزتهم وكل واحد وقال بقى هذا معايا راحت المرأة وراني باقي هكذاك كنت قلت لي بلي عايش انت وحدك انت وليدك برك في هذا البيت وراه مقبل شهر رمضان يعني كيفاش شكون يطيب لكم شكون يسيق شكون يدير فطار كاز ما كاز هو يطيب راه بالمقله حبه بيض هكذا مسخر يدير الفطور هكذا يجيب الروح ما يغسل حواله الروح كلش بناتك عمي بناتك ها بناتك عندي كنت زوجة وعادت تكون بالعطر اللي وعادت تكون بولودي بالباطن ما تدو عندي زوج مزوجين بولادة ما يجوش حال شعي خشمها بولادة ما يقراوا وكذا يسمحوا بهم مجالية كي جوجو نهار يومي ما يقدروا سامي خلو دار ما يجوش كمال عطلها كذا بالك المسار شو عجبينه والمسار شو عجبينه مسكين الله يرحم جبرت 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 ما دخلت هذا هي أنا مبارن مقبول ما كنتي قبل لي تكوني قبل لي نجرت وما زملك ذاك ذاك ما فهمت ما كنتي يعاوني والو ما خير ربي سبحانه ربي يرحمه وش هو نداءك للسلطات المحلية؟ ماذا بدي نروح لي من البنت تبيت بيقول لك ما نتزوج فيها المرض ما سكنها دي يقول لك فيها المرض ما نسمى نسحق وكاع ما نتزوج مول ما لا أنا لا طفل قلت لك هربوا قال المرأة وطلقت طفل قلتوا ما نسحق اسمي ماك ما تتهنى وانا راني نتعذب كذا والمضرب هذاك لازم يبدلونا من يعطوني فيه مسكوني نتهنى نستبيت ندير مستقبلهم ما دام المضرب هنا راني رايح نموت انا ثاني هنا انا ما بقاليش نموت هنا بعيد الشر عليك عمي ربي يطول في عمرك ان شاء الله ان شاء الله نكون احنا دلة خير ان شاء الله يسترك الله يحفظكم الله يستركم ان شاء الله وياكم يجي تبلا قهوه ما كاش طيب برا اللي طيب كمل اللي يدير شغل ما كان والو دعوة بارك ما كان والو معليش غير الدعوة برك عمي دعوتك تكفي هذا مكان نطلب ربي الله يسترك وعندكم الكلمة الله يحفظكم ان شاء الله يعطوك السكنة ونجي نزورك هنايا مكان ربي الله يحفظك الله يسترك هذا مكان وفي الختام نتمنى من السلطات الالتفات إلى حالة عمي عبد القادر والتدخل في أقرب وقت ممكن.